وقفة طلابية من قبل الطلاب العرب في الجامعة العبرية بمدينة القدس، ترفع فيها شعارات تطالب بوقف التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة. هذه الشعارات التي ترفع هنا ضمن حراك طلابي عربي داخل الجامعات الإسرائيلية في هذه الجامعة العبرية في مدينة القدس تحديدا. تم المصادقة على إقامة هذه الوقفة الاحتجاجية، في المقابل في عدة جامعات أخرى رفضت هذه الحراكات الطلابية، بالتحديد مثلا في جامعة تل أبيب. العشرات من الطلاب العرب الفلسطينيين يهتفون لقطاع غزة دعما للقطاع وتأييدا لفكرة وقف إطلاق النار والحرب. هذا يأتي في سياق ضربة التي استهدفت فيها إسرائيل مخيم النازحين في رفح، والذي أسقط عشرات من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة. كما ترون الآن اليوم يوجد وقفة احتجاجية على إثر المجازر التي يمر بها شعبنا داخل غزة، كذلك ردا على سياسات الإسكات ولجم الأفواه التي تتبعها الجماعات الإسرائيلية تجاه الطلاب العرب الفلسطينيين في أحرمها. كما ترى الوقفة هنا تقول لا للجم الأفواه ونعم لإيقاف المجازر على شعبنا. في المقابل مظاهرة إسرائيلية داخل الجامعة أيضا ترفع فيها شعارات تطالب بإعادة الرهائن والمحتجزين، ولكن ما نستمع إليه من دعوات إسرائيلية لهؤلاء الطلاب العرب بضرورة أن يذهبوا إلى قطاع غزة، وكأن الطلاب هنا يدعون الطلاب الفلسطينيين لمغادرة الجامعة العبرية والذهاب إلى قطاع غزة بما أنهم يدعمون القطاع. هذه هي الأجواء الطلابية الحقيقة في إسرائيل بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص ضمن مظاهرة طلابية دعت إليها شخصيات وأطراف عربية فلسطينية، وبالمقابل أتى الإسرائيليون للتظاهر هنا رفضا لما يدعون إليه هؤلاء من ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة.